أحسن الله إليكم. السائل سين عين من المدينة يقول: كنت في مزدلفة وأخذني غطة من النعاس، وعندما استيقظت لصلاة الفجر وأردت الوضوء لم أجد معي ومع النساء اللاتي في الحملة إلا ماء قليلا جدا لا يكفي للوضوء كاملا، فأخذت أتيمم فصليت الفجر بذلك التيمم، فهل صلاتي صحيحة أم لا؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. صلاتك غير صحيحة لأن الماء موجود في مزدلفة ولله الحمد وموزع على جهاتها، المواصير ومحلات أخذ المياه معروفة، وفي دورات مياه مؤمنة بالمياه، فلا بد من إعادة هذه الصلاة لأنكم صليتم بغير طهارة، والماء موجود ولكنكم لم تطلبوه ولم تسألوا عنه. نعم.